كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة الابتسامة ديالي الأولى هي أنني جد فخور بالتحق ديالي بعد التعيين في مجلس الحكومة على رأس المكان الحضري ديال الصويرة. إقليم كما كان الحال زاخر بالمشاريع، منها المشاريع المولوية السامية اللي تلقى سيدنا الله ينصرو، ومن طبيعة الحال ومشاريع أخرى ديال الحكومة ومشاريع اللي كتحاول وكتم طبيعة الحال تحقق النتائج ديالها المتوخات في إطار التنمية المجالية من طبيعة الحال والازدهار ديال المواطنين ديال سيدنا الله. المسألة الثانية الالتحاق بالوكالة الحضرية ديال الصويرة فخر بالنسبة لي أنا، ربما على حساب المسار ديال المهني، لأنني كنت مدير الوكالة الحضرية ديال طنجة، ومن قبل كنت تقلت بعض المسؤوليات في مؤسسات أخرى وعلى الصعيد ديال الوزارة. ما فيها بس كلمتان في حق الوزارة ديالنا، الوزارة الكبيرة، الوزارة الأم. الشكر الجزيل من طبيعة الحال للطاقم ديالها وعلى رأسها السيدة الوزيرة، الثقة اللي وضعوهم فيا باش اقترحوني في هذا المنصب السيد رئيس الحكومة. المسألة الأخيرة اللي كنت بغي نتطرق لها هو أن نحدث اليوم باستقبال السيد العامل، والاستقبال وحفاوة كبيرة تثلج الصدر. أنا جد سعيد من طبيعة الحال تقلد هذه المسؤولية اليوم، وكنتمنى على الله أننا نكونوا عند حسن ظن الجميع، عند حسن ظن الساكنة، وعند حسن ظن المؤسسات اللي من حقها واللي كتراقب واللي تشرف على هذا القطاع هذا اللي هو ديال التعمير. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.